السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين وسيرتهم الذاتية الفنية. هنتكلم عن الفنان الراحل صبري عبد العزيز. الفنان صبري عبد العزيز من الممثلين والنجوم اللي خلونا نحفظ ملامحهم وأشكالهم من خلال أدوارهم الهامة في أبرز أعمالهم الفنية في زمن يطلق عليه زمن الفن الجميل. الممثل الراحل صبري عبد العزيز هو ممثل مصري، وكانت الصدفة وحدها هي طريقه لعالم السينما والتلفزيون. اكتشفه المخرج محمد كريم عن طريق إحدى المسابقات في المجلات الفنية. برز في مسلسلات عادات وتقاليد وأحلام الفتى الطائر وأفلام قلب من ذهب وحبيبي دائما. رصيده الفني تجاوز 150 عمل تتنوع بين مسلسل إذاعي وتلفزيوني وأفلام سينمائية، وربما هناك أعمال أخرى لم يتم رصدها. وأشهر أعماله الخريف والحب، ده مسلسل إذاعي إخراج محمود شركس كان بطولة زيزي البدراوي، والقصاص سهرة تلفزيونية سنة 83 إخراج سعيد الرشيدي بطولة ممدوح عبد العليم وهالة فؤاد، وملك اليانصيب ده مسلسل تلفزيوني عام 1972 إخراج حمادة عبد الوهاب وبطولة شكري سرحان وزيزي البدراوي، وأفواه وأرانب مسلسل تلفزيوني في عام 1978 إخراج حسين كمال وبطولة صلاح ذو الفقار وعفاف شوي، وعودة الروح مسلسل تلفزيوني كان عام 77 إخراج حسين كمال وبطولة صلاح ذو الفقار. الفنان صبري عبد العزيز شارك في مسلسل تلفزيوني اسمه ابتسامة بين الدموع في عام 1980 إخراج تيسير عبود وبطولة محمود عبد العزيز ونسري، وشارك أيضا في فيلم حبيبي دائما في عام 1980 إخراج حسين كمال وبطولة نور الشريف وبوسي، وشارك في فيلم الورث في عام 1986 إخراج أحمد السبعاوي بطولة عزة العليلي ومديحة كامل وحسين فهمي. ومن أعماله مسلسل السرايا كان بيعمل دور حسن الجبري، ومسلسل الماضي يعود الآن، وفيلم أبو الذهب كان بيعمل دور الكبير، مسلسل زقاق السنج إدار وتمثيلية قطار الذكريات، ومسلسل موارى النهر، وشارك في فيلم أبو زيد زمانه، وفي مسلسل أقوى من الطوفان كانت بيعمل دور والد أثار، ومسلسل الخروج من المأزق. الممثل صبري عبد العزيز شارك في مسلسل هي والعاصفة، وشارك أيضا في مسلسل اللاعبون بالنار كان بيعمل دور عبد الدايم المبروك، وشارك في مسلسل مواقف ساخرة في عام 1990، وشارك أيضا في فيلم صراع الأحفاد كان بيعمل دور اللواء السابق والد نهلة. أما دور جلال رئيس التحرير في فيلم عنبر الموت ده كان سنة 1989، وشارك في مسلسل نقل مخ، ومثل في مسلسل وللماضي ذكرى كان بيعمل دور إبراهيم توفيق والد هيام، وشارك بالتمثيل في مسلسل اللي معاه قرش ومسلسل غرباء في المدينة وفيلم مخالب امرأة كان بيعمل دور صبري. الفنان صبري عبد العزيز شارك في مسلسل برج الأكابر كان بيعمل دور مقبل كان ضيف شرف، وشارك في فيلم حاتم زهران، وشارك أيضا عام 1987 في مسلسل كوم الدكة كان بيعمل دور شوكت بيه، وفي عام 1986 شارك في مسلسل الجوارح كان ضيف شرف، وأيضا في عام 1986 فيلم الورثة كان بيعمل دور إبراهيم وهدان. تاريخ ميلاد الفنان صبري عبد العزيز كان 8 يونيو عام 1925، وتاريخ وفاته كان 2 يناير عام 2003 عن عمر يناهز 78 عام. وتوفي صبري عبد العزيز لكن لم يعلم أحد بوفاته، كون أنه في نفس اليوم اللي توفى فيه توفى أيضا المخرج الإذاعي عبده دياب، وغطى خبر وفاة عبده دياب على خبر رحيل صبري عبد العزيز. كنا نتحدث عن الفنان القدير الراحل صبري عبد العزيز وممثلنا زمان ونجومنا الخالدين وسيرتهم الفنية. كانت السيرة الفنية في هذه الحلقة للفنان الراحل صبري عبد العزيز.